بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ نشتغل بقى في الخدودية دي. الخدودية دي هي كانت عليها رسمة من هنا، والمتابعة قالت لي اشرحيها تاني عشان تتأكد من القص بتاع الرسمة. أنا شرحتها قبل كده، بس أنا برضو بحب أعيد تاني عشان اللي لسه ما خدوش بالهم يعرفوا المعلومة كمان مرة أو يتأكدوا منها. طيب، أنا عندي قماشة ممكن تبقى العرايز بالطريقة دي كده، ممكن تبقى العرايز بالعرض كده. أنا أحيانا بقص الخدودية 55 سنتي عشان أعمل خدودية. طيب، لو أنا هقص 55 سنتي وفي عروسة بالطريقة دي كده، يبقى أنا لما هقص 55 سنتي هتطلع معايا العروسة مقلوبة كده على الخدودية، طبعا شكلها كده مش حلو خالص. يبقى أنا لما باجي أجيب قماش بركز الاول في الرسمه اللي انا بشتريها، الكنار بتاع، لو انا عايزه اعمل رسمه على الخدوديه او انا بشتري قماش 3 دي مثلا او حاجه، وانا بشتري القماشات اللي زي دي اللي بيبقى عليها رسمه عروسه، عليها 3 دي، عليها فراشه، عليها طابلوه ورد، اي رسمه من الرسومات دي انا بركز وانا بشتريها عشان اشوف القصه اللي انا هعملها. لو انا قايله ان خدي 55 سنتي خدوديه، يبقى لازم اتاكد الاول ان الرسمه مش هتطلع مقلوبه، او لو الرسمه لقيتها هتطلع مقلوبه يبقى انا بزود ربع متر. ليه بقى بزود ربع متر؟ عشان انا هجيب الخدوديه 75 سنتي، مش هجيبها 55 سنتي. ممكن 55 سنتي الرسمه تبقى ما تفرقش، في رسمه بالعرض بالطول، كنار، كروهات، حاجات كده، فمش بتفرق ان الرسمه تبقى الطول او العرض، ما بتفرقش. لكن لو الرسمة جاية بالشكل ده كده، يبقى أنا لازم أجيب 75 سنتي. لو في مثلا فراشة أنا عايزة الفراشة تيجي في النص، يبقى هجيب 75 سنتي. تمام؟ أو بنعمل بنقص قماش الأطفال بالطريقة اللي أنا قلتها لكم قبل كده، يعني قماش الأطفال ليه قصة معينة، طقم الأطفال ده أنا قصة الخدودية دي 75 سنتي. لو أنا مش عايزة أجيب 75 سنتي، يبقى أنا هقص الخدودية بالطريقة اللي احنا عملناها قبل كده، شرحتها لكم أكتر من مرة. بجيب بدل ما بجيب 95 سنتي للاتنين مخدة وخمسة وسبعين سنتي للاتنين خدودية، لأ، بعمل حاجة تانية، بجيب 95 و95 عشان أعمل المخدتين والخدوديتين. وبعمل ايه؟ باخد 95 سنتي، كل 95 سنتي باخد منهم الأول متر وعشرة. تمام؟ المتر وعشرة اللي باخدهم دول بعمل بيهم وش وظهر للخدودية، وباخد من جنبهم 75 سنتي. لو رجعتوا للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا الشرح ده موجود في وسط الفيديوهات بتاعة قص الخدودية. تمام؟ هتلاقوني عاملة، وهعمل لكم ان شاء الله حلقة منفصلة ليها ان شاء الله بعد ما اعمل الخدودية دي، عشان اللي مش هتبقى ركزت وانا بقول الكلام ده تتفرج على الحلقة بتاعت الخدودية دي هتفهم ان شاء الله. بروح واخدة 5 متر و10 اقسمه نصين يبقى 55 سنتي. اخد الخدوديتين هيتفضل معايا المتر و30، دول اعملهم كيس المخدة. تمام؟ ان شاء الله بعد ما هعمل الخدودية دي هعمل لكم فيديو صغير كده، او اشرح لكم فيه الموضوع ده على الورق كده، عشان تبقوا تركزوا معايا وتبقوا فهمتوه كويس، عشان ما تتوهوش في الفيديوهات اللي قبل كده. هو موجود مرة واتنين في الفيديوهات اللي قبل كده، بس ممكن تدور عليه ما تلاقيهوش. فانا هعمل فيديو منفصل عن الموضوع ده. انا مش فاكرة بصراحة انا عملت فيديو خاص بالموضوع ده ولا لا، منفصل، فيديو منفصل، فانا هعمله منفصل عشان لو حضرتك حابة تشوفيه برضو تشوفيه. لو احنا عايزين نجيب الرسمة، لو سرير كبير يبقى احنا هنجيب 75 سنتي منفصلين للخدوديتين، لو سرير اطفال يبقى انا بدل ما هشتري 75 للخدوديه و95 للخدوديتين، يعني و95 للمخدتين، لا، هجيب 95 و95 عشان اعمل بيهم مخده وخدوديه ب95 ومخده وخدوديه ب95. طيب، ندخل في الموضوع بقى. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا الرسمه هنا، طيب انا مش عايزه اضيع الرسمه هنا واعمل اي شكل، فانا كده اصبح قدامي ان انا عندي الجزء ده هو اللي فاضي، انا عايزه اعمل الرسمه اللي انا عايزه اعملها في الجزء اللي فاضي. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده مره واتنين وكتير،
انا ما بعملش الخداديه غير لما اجي اشتغل فيها عشان اشوف الرسمه بتاعتها هتعمل ايه، الا اذا كنت بعمل طقم لاختي او لبنتي او كده او لصديقه وقالت لي انا القصه الشكل الفلاني عجبني ان انا اعملي لي الشكل ده على الخداديه، فانا بشوف الخداديه هل تنفع اعمل لها الشكل عليه، اه تمام تنفع، ما تنفعش اقول لها لا الشكل ده عايز يبقى كذا، لان ما ينفعش انا اجي مثلا هعمل قصه هنا زي ما بنعملها فستونه هنا او فستونات او سبعه او حاجه يبقى انا كده دريت العرايس اللي فوق دي، ما ينفعش اعمل الخداديه كده وتبقى مقلوبه عشان اعمل الجزء اللي فوق ده والعرايس كده تبقى مقلوبه، ما ينفعش. يبقى انا بمشي في رسمه الخداديه لما تكون فيها رسمه بمشي بعمل الشكل اللي انا عايزه اعمله على رسمه. طيب الشكل ده ينفع مع ايه؟ ينفع مع ان انا اعمل كورنيشين بالعرض كده، هداري عروسه وهبين عروستين، ينفع ان انا اعمل كورنيشتين هنا او كورنيشه واحده على حسب مزاجي يعني، او 3 كرانيش على حسب ما انا عايزه هنا كده، ينفع ان انا اعمل كورنيشه داير ما يدور خلاص. طيب هنعمل ايه؟ طيب انا هنا انا لو انا عندي قماش بزياده كنت عملت برضو زي ما انا عملت 3 كرانيش للملايه والمخده زي ما عملت لهم 3 كرانيش، كورنيشين من القماش وكورنيش كورنيشين من الساده وكورنيش من المنقوش كنت عملت كده، لكن انا عندي القماش مش هيكفي ان انا اعمل الكلام دوت. طيب انا هشوف كده، انا هراجع تاني الملايه اشوف ينفع اخد منها ولا لا، لو ينفع هنعمل الشكل اللي احنا بنقول عليه ده. طيب انا قست الملايه لقيت الملايه 2 متر و10 و2 سم تقريبا، او يعني 212 تقريبا، كان ممكن اشيل منها 8 سم ولا حاجه ولا 10 سم اعملهم كورنيش، بس كانت هتبقى الملايه يا دوب على القد. انا بقلق من الموضوع الملايه على القد ده عشان في ناس، اغلب الناس دلوقتي المراتب بتاعه سرير الاطفال عندهم اللي هي التاكي، فدي بتبقى عاليه، فانا بقلق من الموضوع ده، فانا بقيت احب اخلي الملايه كبيره، لان انا بصراحه انا عندي عقده، انا شخصيا عندي عقده كده ان الطقم بتاع السرير يبقى صغير، انا بحب الطقم بتاع السرير يبقى وافي كده ويتعمل من كل الجوانب، فلقيت ان صعب ان انا اخد منها، فانا مش مشكله انا هعمل ال3 كرانيش هنا برضو زي الملايه بس هعملهم كلهم ساده. هعمل ايه بقى؟ مسكت انا الربع متر اللي انا واخداه اللي هو الخاص بالخداديتين، هعمل كده وهعمل كده، هتني القماش على 3، هعمل القماش كده على 3 تمام، واقطعه كده بسم الله، هعمله 3 شرايط اهو بسم الله، خلاص معايا 3 شرايط، هاخد منهم ايه؟ هاخد منهم شريط ونص، هعمل بيه الخدودية الواحدة، ادي شريط ونص، هشيل الشريط ونص دول للخدودية التانية تمام. طيب هعمل ايه في الشريط ونص دول؟ هقسم دول برضو 2، يبقى انا كده عندي 3 شرايط، عندي كده 3 شرايط بطول 1.20 متر تمام. هعمل ال3 شرايط دول هتنيهم وهركب لهم على حرفهم من هنا كده دانتيل، هتنيهم كده واركب على حرفهم دانتيل، واجي نشوف هنركبهم هنا ازاي. اهو انا ركبت كده التانيت حرف الكرانيش كده وركبت لها دانتيل بالطريقه دي كده. طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنركبها ازاي. طبعا زي ما اتفقنا لو انا عندي اوفر كنت عملت الشرايط دي اوفر وكنت ريحت دماغي وخلاص، انا للاسف ما عنديش اوفر، فبعمل ايه؟ باجي كده اجي الشريط الوش الخدوديه اهو والشريط اهو ده ظهره، احط الوش على الوش كده، اسيب قيمه 4 صوابع كده عشان الشريط عندي هنا 4 صوابع تمام،
انا بسيب قيمة 4 صوابع واسيب 1 سنتي كده عشان الخياطة، عشان انا هخيط الخدودية ببعضيها، اسيب كده قيمة القيمة دي. لو حضرتك هتعرفي تظبطي ايدك وتمشي زي ما انا همشي كده تمام، مش هتعرفي امسكي مارك او قلم او حاجة، بس القلم هو هيعلم في القماش، امسكي ماركة او تبشيرة افضل تمام، وعلمي كده بالطول كده بمسطرة ولا حاجة او بالمزورة، علمي بالطول. لو بالمزورة هتاخدي قيمة مثلا، لو الجزء ده 8 سنتي هتعلمي كده 8 سنتي 8 سنتي 8 سنتي للاخر وتعملي، هتعرفي تظبطي ايدك كده تمام مفيش مشكلة. زي ما قلت لكم كده هيبقى الوش كده، الوش على الوش كده، وهبدأ اكشكش الكورنيش. ممكن حضرتك تكشكشي الكورنيش قبل ما تركبيها، لو حضرتك هتتلخبطي فيها ركبيها، كشكشيها قبل ما تركبيها. انا هعمل كده اهو اهو، همشي كده واحده واحده كده بالراحه كده، واحده واحده لحد ما اوصل لاخر القماش اهو، همشي كده واحده واحده لحد ما اوصل للاخر، هيكون كله اتعمل كسر معايا كده للاخر اهو، همشي للاخر كده. كده انا ركبت اهو الكورنيش اهو على ظهره كده. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ من الاول كده اهو، هقلب الكورنيش كده، هقلب الكورنيش كده وابدأ ادوس عليه خط عشان الكورنيش ما يتعملش مني كده ويبان ان هو مش معمول اوفر. لازم لما اكون مش عامله الحاجه اوفر اعملها نظيفه، تطلع من تحت ايدي كده نظيفه اهي. هبقى ادوس كده خط اهو، همشي بالكسرات كده وادوس خط اهو، كاني بكفف القماش وفي نفس الوقت بخلي الكسر تبقى شكلها كويس ومتساويه كده اهو كده اهو، طالعه كويسه اهي جدا. لما نيجي نشوف من هنا بقى اهي الكسر جميله جدا اهي، وفي نفس الوقت من هنا ابص حضراتكم نظيفه خالص اهي، ما بانش ان انا ما عملتش اوفر ولا اي حاجه، اهي نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. همشي كده للاخر وبعدين نيجي نشوف هنركب تاني كورنيش ازاي. اهو كده اهو الكسر نامت اهي وريحت، شكلها جميل جدا اهي. لو اتكوت كمان هتبقى افضل، يعني لو اتكوت هتبقى شكلها جميل جدا. لو حضرتك بتعملي كده شغل وعايزاه يطلع حلو معاكي اكويه تمام. طيب انا كده اهو اتعمل اول كورنيش اهو، تاني كورنيش هعمله ازاي بقى؟ انا نفس الشريط معايا اهو، هسيب مثلا قيمه صباعين كده اهو، هسيب قيمه صباعين كده اهو وابدا اركب الكورنيش التاني بنفس الطريقه اللي انا ركبت بيها الكورنيش الاولاني اهو كده، همشي كسر كده اهو. انا بحب بقى لما اجي اعمل حاجه زي دي، انا عندي الكسر اهي تمام، باجي انا كل كسره اعملها اعملها في وسط الكسره التانيه، عشان لما بتبقى الكسر بالطريقه دي كده بتدي منظر حلو قوي للشغل، يعني بتخلي الكسر تيجي فوق بعضها معكوسه كده، بتدي شكل حلو قوي للكسر اهو كده. همشي للاخر برضو وبعدين هعمل نفس اللي انا عملته، الخط اللي انا دوست عليه همشي برضو هدوس عليه بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الكورنيش الاولاني، هعمل الكورنيش الثاني والكورنيش الثاني بنفس الطريقه. كده انا ركبت الثلاث كرانيش، ركبت الكورنيش الثاني والثالث بنفس الطريقه، سبت صباعين وعملته اهو بنفس الطريقه اهو. طبعا هو لو كان الكرانيش فيهم في النص واحده منقوشه كان بقت الشكل اجمل وبقت شكل الملايه، لكن دي برضو مش وحشه، دي كويسه برضو. مره كده هعمل لكم برضو ايه كورنيش في النص منقوش واوريكم الشكل، هيبقى الشكل جميل جدا، بس برضو الشكل ده حلو مفيش مشكله. هاجي بقى اخر خطوه في الخدوديه هعمل ايه بقى، عايزه اعمل لها منظر جمالي كده، هجيب شريط الساتان ده ونعمل نقص نقص فيونكتين كده نحطهم على شكل الخدوديه بقص كده جزء كده شريط كده اهو. ممكن ألسع الحرف ده كده بالولاعة كده ولا حاجة عشان ما ينسرش معايا اهو،
واجي اوسطن الفيونكتين كده، يعني هقيس مثلا كده شبر وشبر واعمل يبقى في النص كده، يعني اهو هعمل هنا مثلا كده فيونكة هنا كده اهو، بوسطنهم الاتنين كده اهو كده. واجي برضو بعد شبر كده ولا حاجة اعمل التاني اهو كده، وبعدين هنقفل بقى الخدودية بالطريقة اللي احنا عارفينها العادية كده. خلاص اهي شكلها جميل جدا، اهي شكلها باين اهي. هنبدأ بقى نقفلها بالطريقة العادية بتاعتنا. انا بجيب الجزء اللي مفهوش بقى عرايس اهو، الجزء ده كده، وابدأ احطه كده، وابدأ اقفل الخدودية بالطريقة اللي احنا عارفينها. بحب انا كل فترة كده اقفل الخدودية عشان اوري الناس الجداد معانا في القناة اللي لسه متابعين احنا بنقفل الخدودية ازاي. طبعا بركز لما بكون بركب كورنيش، لما تكون الخدودية فيها كورنيش بظبط الكرانيش معايا وانا بشتغل، بظبط الكرانيش كده عشان ما تطلعش معوجة مني او تتلخبط او اهو. قفلت الجنب ده كده اهو، هاجي بقى هنا اروح تانية الجزء ده كده، اروح تانية الجزء ده تقريبا المكوك خلص اهو، قلبت الجزء ده. وبعدين باجي القلاب اركبه كده في اول برضو الخدودية، وبركز برضو مع الكرانيش ان ما اعملش الكرانيش معوجة او مقلوبة. الجزء بتاع الكرانيش ده بهتم بيه جدا وبعمله بالراحة خالص عشان ما تطلعش الكرنيش مني معوجة او تلف من جوه وتطلع شكلها مش حلو، وترجعي تفكي تاني عشان تعدلي شكلها. انت ظبطيها في الاول كده عشان ايه الدنيا تبقى معاك كويسة كده. طيب نعمل ايه تاني؟ نعمل كده اهو. انا بعمل الكلام ده عشان الناس الجداد معايا في القناه يبقوا عارفين ان هم اتفرجوش قبل كده على الخدوديه يتفرجوا تاني اهو. وباجي الجزء ده بتنيه كده اهو، كده انا قفلت الخدوديه من الاربع جوانب. فاضل اخر خطوه، انا ممكن اعمل اوفر وتبقى خلصت، لكن انا بما اني مش هعمل اوفر لازم ادوس عليها خط خارجي من بره. وانا على فكرة بحب ادوس الخط ده حتى لو الخدودية معمولة اوفر، بحب برضو ادوس على الخط ده كده عشان هو بيدي منظر جمالي للخدودية وبيخليها تبقى مظبوطة وهي مفروشة اهو. بظبطها كده وبعدلها كده وابدأ اديها خط خارجي على بعد سنتي كده ولا حاجة اهو. بسم الله اهو. الخط الخارجي ده بيدي منظر جمالي جدا للخدودية وبيخليها تبقى محطوطة على الخدودية كده مظبوطة وجميلة. بنركز كده واحنا بنيجي عند الكورنيش ان انا اخلي الكورنيش يبقى مظبوط، لان الكورنيش لو في عوجة في حودة في حتة تلكعت منك وانت بتقفلي الخدودية بيبوظ منظر الخدودية وهتضطر تفك. اخر جنب عشان تكون الخدودية كده خلصت.
بالشكل ده كده بتكون الخدودية خلصت. لو حضرتك كوتيها هتبقى جميلة جدا، لان هي الكرانيش دي منها صغيرة فعاملة قلق كده وواقفة كده. احنا لو كويناها كده هتبقى منظرها جميل جدا اهي كده، نسويها كده ونظبطها هتبقى شكلها حلو قوي اهي. وبكده بتكون الخدودية خلصت معانا اهي بتلات كرانيش زي الملاية، بس الاختلاف بقى ان دول تلات كرانيش سادة، الملاية عليها كورنيشين سادة وكورنيش منقوش، هو ده الاختلاف بين الخدودية وبين الملاية اهو. شكلها جميل جدا. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط، واتمنى تكون الخدودية عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. الفيديو الجاي ان شاء الله انا هشرح فيه العرايس لما تكون بالعرض كده بتبقى ازاي على ورق، عشان الناس اللي انا كنت بقول في الاول ان نعمل الخدادية والمخدة 95 سنتي، اللي مشوفوش الفيديو ده قبل كده هيشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله هيقدروا يفهموا انا كنت بقول ايه. واشوفكم على خير ان شاء الله لما نكمل الطقم ده ونصوره على الطبيعة وتشوفوه ان شاء الله. السلام عليكم.